التغطية لسهيلة دغموم. اعتبر وزير النقل عمار غول إنجاز الثمانية أمتار الأخيرة من نفق عين نعجة مكسبا هاما لقطاع النقل في الجزائر، وهو المشروع الذي أطرته شركة جزائرية استطاعت بخبرتها التحكم في نوعية الإنجاز. كل هذه الأفاق رح لا شك تعطي يعني بعد قوي، وتعطي يعني حركية جديدة، ورح تخفف الضغط إن على مستوى حركة المرور أو على مستوى تنقل الأشخاص أو على حتى مستوى الحركة الاقتصادية، رح تعطيها بعد قوي للعاصمة إن شاء الله. ما تبقي من الأنفاق الأخرى سيتم بإذن الله يعني الانتهاء منها من الشهر مارس المقبل إن شاء الله، ثم بعد شهر مارس المقبل إن شاء الله خلال سنة يعني 2014 سينكب اهتمامنا وانشغالنا على مستوى التجهيزات اللي من خلالها نحضر يعني بقية الخطوط المستقبلية إن شاء الله إلى يعني الاستغلال بإذن الله. المشروع الذي بلغ نسبة متقدمة في الإنجاز من شأنه استقطاب يد عاملة من خريجي الجامعة الجزائرية، وهذا من خلال الورشة المرافقة. وبخصوص النقل دائما، يعد مشروع ازدواجية السكة الحديدية بولاية عين الدفلة من أكبر المشاريع في مجال النقل بالجزائر. المشروع ينجز على مقطع العفرون 5 مليانة ويضم عدة أنفاق ضخمة تساهم في إنجازها الخبرة الجزائرية وفق المقاييس الدولية. عبد العزيز عليم. مشروع ازدواجية السكة الحديدية